هذا البرنامج برعايه مرة تانية. برحب بكل مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في جزئنا الأخير من حصاد النهاردة. الحقيقة حصاد النهاردة حصاد ساهر معكم ليحيي هذه الذكرى العطرة وما أحلاها وما أبدعها من ذكرى. هي مولد سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بدايتها بداية لقائنا طبعا بهذا الصوت الشجي، صوت كوكب الشرق أم كلثوم سيدة الغناء العربي وهذه الأنشودة الرائعة. لسه لدينا كلمات، لسه لدينا أشعار ستفرد هنا في صالون الحصاد، هيكون من خلال ضيفنا الكريم المهندس إبراهيم فودة، شاعر وحاصل على المركز الأول في الشعر على جامعة القاهرة عدة مرات في عدة مسابقات ثقافية. أهلا، برحب بك. أهلا بك يا باشمهندس. الكلمة هي حقيقة ممكن نستخدمها استخدامات كتيرة جدا. الكلمة ممكن تبقى زي السيف، ممكن تبقى زي البلسم، ممكن تبقى زي، يعني الكلمة في حياة خاصة العرب يعني شيء مستغل على أكمل ما يمكن. أكيد. الشعر العربي كيف تعامل مع المناسبات المختلفة؟ والله هو الأمم المختلفة كان لديها العديد من الفنون، منها كان يعني تميز بالرسم، ومنها من تميز بالنحت زي المصريين القدماء، ومنها من تميز بالشعر. والشعر ليس لأمة العرب فقط، يعني في شعراء اليونان فيها شعراء عظماء، في الإلياذة والأوديسة لهوميروس اللي بيوصفهم حرب طروادة وتأسيس مدينة روما، في شعراء كبار، إلا أن العرب استطاعوا من خلال الشعر أن هم يجسدوا كل فنون حياتهم، بل أنهم قدروا يتفوقوا على الرسم في تصوير الأشياء، بالرغم من أن الرسم هو شغلته أنه يصور مشهد معين، يعني الرسام يرسم شيء معين بدقة، يريك الصفرة فاقعة والخضرة ناضرة وتكادي تحسين أنك في داخل الصورة، إلا أن الشاعر استطاع، الشاعر العربي، أنه يرسم صورة بالكلمات لم يستطع الرسام أن يرسمها. لو شفنا أبو فراس مثلا وهو بيقول، بيوصف محبوبته في القصيدة الرائية المشهورة اللي غنتها أم كلثوم، أراق عصي الدمع شيمتك الصبر، يقول فيها: وقور في محبوبتي، وقور وريعان الصبا يستفزها، فتأرن أحيانا كما يأرن المهر. هذه صفة، هو يصف صفتين في المحبوبة، أنها وقور يعني عندها وقار، ثم إنها تتذكر أنها شابة وأنها جميلة، وريعان الصبا يستفزها فتأرن أحيانا كما يأرن المهر. المصور لا يستطيع بأي شيء بأي سبيل أن يصور هذه الصورة. ممكن في لوحتين مختلفتين يصور في لوحة وقرها، وفي لوحة أخرى يصور خفتها، ولكن لا يستطيع أن يربط بينهما بهذا الرباط الوثيق، وريعان الصبا يستفزها. ثم كيف يصورها بالخيل أو بالمهر الصغير وهو يقرن؟ هذا التصوير العربي لم يستطعه الرسام. وهناك قصيدة عربية وهي سنية البحتري، يصف فيها صورة مرسومة، صورة في على جدارية في إيوان كسرى في المدائن لمعركة أنطاقية بين الفرس والروم، الصورة مرسومة. البحتري يصفها في قصيدته اللي هي سينية البحتري بأروع وصف، بحيث إن الجدارية خلاص تحطمت، والقصر في المدائن قد أبيد، وبقيت سينية البحتري هي اللي باقية، وهي رمز الروعة في الوصف والتعبير عن الصورة التي كانت مرسومة في ذلك الوقت. وهذا يريك كيف يكمل الفنان عمل الفنان. نحن لا ننتقص من الرسم، نعم، ولا ننتقص من الفن، ولكن الفنون تتكامل. فهكذا أكمل البحتري عمل الرسام الذي رسم هذه اللوحة
بسينيته المشهورة التي عارضها أحمد شوقي أيضا في قصيدته الشهيرة التي يقول فيها: اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرى للصبا وأيام أنسي، وصفالي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي. هكذا كان الشعر العربي في التصوير. نعم، وكأننا أنطقنا الصورة. أكيد. كأن الصورة أصبحت تنطق وتنضح بكلمات معبرة. طيب باشمهندس إبراهيم، من الكلام اللي أنت قلته ده الحقيقة خلتني أحس أن كل ما كان الشيء معنوي كل ما يضمن لنفسه البقاء أكتر. أكيد. والأشياء المادية الحقيقية دائما في طريقها إلى الفناء وإلى الزوال. هاخد من الجزء ده سيرة سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترك فينا أجمل المعنويات. أكيد. اللي هي أجمل المعاني، ترك فينا رحمة، ترك فينا كرم، ترك فينا وصل، حاجات كتيرة جدا، معاني فضلت موجودة. صحيح أحيانا بتنقص وأحيانا بتزيد، لكن هي دي مسؤوليتنا احنا، مش كده؟ أكيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لم يرسم، محدش رسمه ولا عمل له نحت تصوره، ولكنه وصف قولا نثرا وشعرا. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي شعراء عصره، ثم مدح بعد عصره. فشعراء عصره كان منهم، كان الرسول له شعراء. نعم. وكان يحب الشعر. ومن شعرائه كان حسان بن ثابت وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة. ولو تناولنا هؤلاء الشعراء وخلنا مثلا شاعر شكل حسان، حسان وصف الرسول أبدع وصف. يقول مثلا فيه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا حسان. حسان من الأنصار، يعني هو من بني النجار، فهو خزرجي، وهو من القحطانيين، إذن هو يمني الأصل. طالما هو من القحطانيين لأن دول عرب الجنوب، هو يمني الأصل. وكان شاعر قبل الإسلام وبعد الإسلام، ويقال أن شعره قبل الإسلام أجود من شعره في الإسلام. ولما سئل عن ذلك، يعني كان اسمه أبو الحسام: يا أبا الحسام، شعرك في الإسلام أقل من شعرك قبل الإسلام. قال: منعني الإسلام عن كثير من مطايا الشعر. نعم. ولكنه مدح الرسول بمدائح عظيمة. يعني برضك في إحدى قصائده يقول: أغر عليه للنبوة خاتم. أغر يعني مشهور، جاء من الغرة البيضاء اللي تأتي في شعر الرجل فيبقى مشهور بين الناس. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وحسان كان الرسول يستدعيه إذا جاء أحد يتفاخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مرة جه وفد بني تميم، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم شاعرهم وخطيبهم، يفتخرون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفود بعد فتح مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قام الخطيب وخطب، وجاء خطيب رسول الله فخطب، ثم جاء شاعرهم الزبرقان بن بدر، قال قصيدة عصماء. فقال رسول الله: أين حسان؟ فجاءوا بحسان، قال: يا حسان اسمع ما قاله. فلما سمع رد عليه برضه بقصيدة عظيمة اللي مطلعها: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله، وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع. فلما سمعوا قصيدة جميلة ورائعة، قالوا: والله إن شاعرهم أفضل من شاعرنا.
وخطيبهم أفضل من خطيبنا، فأسلموا جميعا. أسلمت القبيلة جميعا، وفد بني تميم أسلم كله في الوقت بسبب روعة حسان في هذا الأداء. وهذا برضك أنت حضرتك قلتي أن الكلمة تبقى. حسان هذا لم يحمل سيفا ويزد عن الإسلام مرة في حياته، لم يحمل السيف في حياته ويشارك في الغزوات مع رسول الله أبدا، وبالرغم من ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. وربما كلمة تبقى أفضل من معركة، وهذا ما حدث. وهذا يذكرنا بأحمد. أي كلمة يعني دخلت ناس الإسلام أكيد. فإذن أحمد مطر كان شاعر عراقي، وكان هو وناجي العالي أصدقاء وبيكتبوا في السياسة وكلام كده، فنفوا إلى لندن. وهم على باب المنفى أحمد مطر يكتب قصيدة وكأنه بيخاطب صديقه ناجي العالي، فناجي العالي بيقول له يعني وماذا بعد يا مطر، ألا تدري بأنك شاعر بطر تصوغ الحرف سكينا وبالسكين تنتحر. قال له هراء أحمد مطر، هراء ذاك أن الحرف قبل الموت ينتصر وعند الموت ينتصر وبعد الموت ينتصر، وأن السيف مهما طال ينكسر ويصدأ ثم يندسر، ولولا الشعر لا يبقى له ذكر لدى الدنيا ولا خبر. قد ينكسر السيف بينما تبقى الكلمة. هناك شعر آخر برضو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هو كعب بن زهير. وكعب بن زهير أبو زهير بن أبي سلمى كان من أكبر شعراء العرب. يقولون أن أعظم من قال الشعر في الجاهلية ثلاثة: امرؤ القيس والنابغة الزبياني وزهير بن أبي سلمى. زهير هذا كان يكتب حوليات، يعني يكتب القصيدة في حول، يعني في سنة يقعد سنة ينقح في القصيدة عشان تخرج للناس قصيدة عصماء. ويقولون أيضا أنه لم تجتمع لعائلة ما اجتمع لعائلة كعب بن زهير في الشعر، لأنه شاعر. كعب بن زهير شاعر، أبوه زهير بن أبي سلمى شاعر، جده شاعر، عمته الخنساء، عمته سلمى، ابنه شاعر، وأحفاده شعراء. فكعب بن زهير يعني ضم شجرة الشعر من جذورها حتى ثمارها. كعب هذا له قصة أيضا مع الرسول، طبعا هو صاحب القصيدة المشهورة بتاعت بانت سعاده. كان قد له أخوه شاعر أيضا هو البجير ابن زهير، أرسله ليتحسس أمر الرسول الجديد. فلما ذهب البجير وجد القرآن ده شيء عظيم، أعظم من الشعر، شيء جميل، فأسلم مباشرة ولم يرجع لأخيه. فلما أخوه عرف أنه أسلم من غير ما يرجع له كده، فأم هجيه وهجى الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير. فلما هجاهم الرسول أهدر دمه ومنع القبائل أن تجيره. فكل شوية كعب يروح لقبيلة، فالقبيلة ما ترضاش تجيره، يروح لفلان ما يرضاش، فقال خلاص أنا نفسي هروح للرسول بنفسي، مالكوش دعوة، خلوا بيني وبين رسول الله وأنا الرسول هيتقبل مني. وقام عامل قصيدة جميلة قوي اللي هي مطلعها مطلع غزلي، والمطالع الغزلية في قصائد الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاعر يرقق قلبه أولا حتى إذا ما رق يأتي بخلاصة ما عنده، لأن القلب إذا رق ويذكر محبوبته وفراق المحبوبة، وبعد ذلك ينتقل إلى غرضه الرئيسي اللي هو مدح الرسول. فلما يذكر فراق المحبوبة قلبه يرق. فمثلا في قصيدة بانت سعاد يقول بانت سعاده، فقلبي بانت يعني ابتعدت من البين، مش من الظهور، مش لا من الظهور، على العكس احنا بنستخدم لا لا لا، بانت يعني ابتعدت. بانت سعاده فقلبي اليوم متبول. متبول برضو كلمة احنا بنستخدمها، يعني مثلا سيدات يجوا يشوم او يعملوا حاجة يقول لك احنا بنتبل. بنتبل يعني بنحط الحاجة في عصير من الخضروات فتبقى لينة، شبه زائبة. هو قلبه ذاب عشقا. بانت سعاده فقلبي اليوم متبول، متيم إسرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ برزت إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. يصف المحبوبة وفرقها
وبعد كده ينتقل إلى غرضه الرئيس اللي هو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد أن يصف الناقة والطريق ينتقل فيقول: وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك، إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنسى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محبول، أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل، إلى أن قال: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع بردته الشريفة وأعطاها إلى كعب هدية على جمال القصيدة وروعتها. وهذه البردة، ولهذا سميت هذه القصيدة أيضا بالبردة. والبردة هذه اشتراها معاوية بعد ذلك من أبنائه 20,000 دينار، وصار الخلفاء يلبسونها في المحافل الرسمية. من هنا تأتي أهمية الشعر. أهو الرسول كان قد أخضر دمه فعفى عنه، بل وأعطاه بردته هدية من أجل هذه القصيدة الجميلة. وهناك شعراء أخر، ولكن هؤلاء يعني أفضل من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. طيب باشمهندس إبراهيم، إحنا أنت كده خدتنا في جولة ما بين عمالقة الشعر العربي صدر الإسلام وما قبل الإسلام. طب إحنا عايزين نبحر معك في كلماتك وأشعارك، يعني لو هتختار لنا حاجة دلوقتي ممكن نسمع إيه؟ ممكن نسمع آخر حاجة كتبتها عن مذبحة اللي حصلت في مسجد الروضة بالعريش. طبعا هذا حادث أليم يحدث في شهر ربيع، وشهر ربيع شهر ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فقط، هو يحدث في بيت من بيوت الله، ويحدث في أرض قد تجلى الله فيها على موسى أو على الجبل، وأرض قد صرى عليها نبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبي الله عيسى وأمه مريم البتول، ونبي الله إبراهيم، ونبي الله يوسف، كل ذلك. من أجل ذلك أنا كتبت قصيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول فيها: رسول الله عذرا قد أراقوا، رسول الله عذرا قد أراقوا دم الأطهار في خير البقاع، بأرض قد تجلى الله فيها على جبل عظيم كالشراع، فدك الطود من نور الإله، وحزن المجد من ضي الشعاع، بهذه الأرض في بيت كريم به قد قام للرحمن داعي، يقول: أيا عباد الله أصغوا، فقوتنا تحقق باجتماع، وأفشوا في البرايا حسن دين وحب المصطفى طه المطاع، فهاك ربيع أحمد قد أهل ليأمر بالسماحة كل واعي. ولم يكمل خطيب القوم قولا وفوجئ بالرعاع بني الرعاع، على كل النوافذ قد أكبوا بأسلحة الدمار وبالقناع، يصبون الرصاص بلا ضمير على رأس المشايخ والرضاع، ولم يرعوا لبيت الله أمنا كفعل الفأر في يوم الصراع، يهاجم من عباد الله عزلا يؤدون الصلاة بلا الدراع، بمسجد روضة الشهداء زفوا إلى الرحمن من غير اطلاع،
الاتضاع فعاشوا علية وكذاك ماتوا وما قتل لدينا بمستضاع سنأخذ حقهم سنأخذ حقهم من غير غدر فليس الجبن من طبع السباع فليس الجبن من طبع السباع. رائعة شكرا. لا فعلا حقيقي رائعة ويمكن احنا متصورناش المشهد اللي ذكرته ده ان هم فعلا اطلوا من النوافذ بالاقنعة بالاسلحة. يمكن المشهد ده كأني شفت هذه المأساة على عباد يعني يسجدون ويركعون من غير الدراع يعني من غير لبس درع ما كانوش بيحاربوا ما كانوش ماسكين السيوف ما كانوش واقفين لهم بالرشاشات ناس عزل ما فيش خسة بعد كده. نعم ناس عزل وهم أيضا كمان غير متيقظين لأنهم يدافعوا عن نفسهم هم ركع سجود طبعا. فيعني شيء حقيقة أصبت في هذه القصيدة شكرا. يعني احنا كده تقريبا اوشكنا على نهاية اللقاء بس انا عايزة اعرف اسمع منك يعني المستقبل بالنسبة لشاعر بهذه الجودة في مكان يعني حضرتك بتدرس هندسة في مكان ليس له علاقة بالشعر في مجتمع أنا مش عارفة يعني من خلال تجربتك الشعرية الطويلة دي أنت أعتقد من قبل الكلية كمان وأنت بتكتب يعني من وأنت صغير جدا يعني شايف المجتمع ده بيقدر الشعر قد إيه ومستقبل شاعر واعد ممكن يكون مرسوم إزاي في مجتمع بثقافتنا دي دلوقتي إحنا ثقافتنا بقت يعني جاية من الغرب كلها يعني والله إحنا عندنا مشكلة في الثقافة ان احنا حتى يا ريت ثقافتنا جايه من الغرب واحنا قدرنا نستوعبها. لا احنا مشكلتنا ان الغرب دخل علينا بعد الحمله الفرنسيه لما جالنا بثقافته. جالنا بثقافه تعتمد على التجريب الى قوم ثقافتهم تعتمد على الحفظ وعلى الاعاده وعلى التكرار. فحدثت عندنا مشكله ان احنا ما قدرناش نمتزج، يا ريتنا حتى قدرنا ناخد ثقافه الغرب العلميه التجريبيه ونرتقي بها. شجره العلم في الوطن العربي لم تثمر. ظلت واقفه على وضعها من الحمله الفرنسيه ده اذا كانت لم تبتر. لان احنا ما قدرناش لا نستوعب الجديد ولا نمزج ما بينه وما بين القديم. طبعا الشعر احنا عندنا في العصور اللي فاتت كان في شعراء اطباء وشعراء مهندسين وكان عندنا مثلا شاعر طبيب بشكل الدكتور ابراهيم ناجي وكان من اعظم الشعراء وام كلثوم غنت له الاطلال من اجمل ما غنت ام كلثوم. كان عندنا شاعر مهندس عظيم ايضا هو علي محمود طه وغنى له عبد الوهاب غنى له الجندول من اجمل القصائد ايضا. ومش الشعر ليس حكرا على ابناء مثلا كليه الاداب او دار العلوم لان الشعر في حد ذاته موهبه. واحنا كان عندنا شاعر عظيم زي امير الشعراء مثلا احمد شوقي وايضا في جانب مدح الرسول صلى الله عليه وسلم طوف بنا في مدحه من كل الجهات فتحدث في همزيته ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء. هذا معنى رائع. وفهم الزمان تبسم وسناء لمولد الحبيب معنى رائع. نعم. من كل الجوانب. أنا سؤالي ليك باشمهندس إبراهيم ما عندكش صعوبة في أن أنت تنتشر أكتر أن يترسم لك مستقبل أكبر بخطوط واضحة هل ده موجود حاليا؟ هو ده بس سؤالي وهحتاج إجابة مجازة لأن احنا تقريبا خلصنا الوقت. والله هو يعني احنا عندنا عجز في الدولة في هذا الإطار أن احنا نقدر نستوعب الحياة العلمية بجوار الحياة الأدبية والثقافية ولكن نسأل الله التوفيق بأن احنا نقدر نكمل لوحدنا أو أن احنا نقدر نلاقي من يسمعنا لوحدنا لأن أيضا الأدب والعلم والثقافة بالتدارس. فالمشكلة أنك ممكن يبقى في علم وأدب وثقافة وفي الآخر ما تقدريش تستوعبيهم مع الجو المحيط فتندثر. ونسأل الله أن الأدباء والمثقفين عندنا ما يندثروش. نعم. بس هذا ان شاء الله. الحقيقه احنا طبعا املنا كبير بان مش هيحصل اندثار طول ما في اجيال بتبقى
يعني بتكمل ما نقص في الأجيال السابقة، ومن عند نقطة النهاية بيبتدوا لإبداع جديد، لثراء جديد في الحياة الأدبية الثقافية الشعرية اللي موجودة في مصر. مهندس إبراهيم فودة، شاعر والحاصل على المركز الأول في الشعر على الجامعة المصرية عدة مرات في عدة مسابقات ثقافية، واشكرك شكرا جزيلا، شكرا فندم. ونتمنى ان انت تكون منتشر في كل مكان، وان تعيد للكلمة بكل بارقها، بكل ما فيها من ثقل، بكل تأثيراتها، ان تعيد لها مرة اخرى هذه الملامح. شكرا ليك، وامنياتنا ليك ان شاء الله بمستقبل اكثر اشراقا وازدهارا. شكرا لحضرتك ولاسره البرنامج. شكرا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام ايضا بشكركم شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين وتصبحوا على الف خير، والاسبوع القادم سنلقاكم بمشيئه الله. شكرا فندم.